من صيدلية إلى صيدلية ينتقل مصطفى بحثا عن علاج رخيص الثمن يداوي به أسنانه، لكن غلاء الدواء يجعل مهمة مصطفى في إيجاد دواء مناسب بالغة الصعوبة. الأزمة الاقتصادية الأخيرة أضافت مزيدا من الأعباء على كاهل المواطن السماوي، وهذه المرة في أكثر الأشياء مساسا بالحياة، في أسعار الأدوية. والله العلي العظيم مرض، يعني رحة بسيطة راجع ليها على دكتور 4 جلسات، الجلسة ب 30,000 120,000، الفقير منين يجيب؟ لو قلع لو حشوة، القلع ليش يعني كشباب هسه يقلع على رحة؟ ال 120,000 زين، هذه بصورة عامة، بصورة خاصة العفو، بصورة عامة، علاجات شنو العلاجات؟ شنو يعني العلاجات؟ شو احنا جايين نتجه على أعشاب أفضل من علاجات الصحة. انتقادات حادة من قبل المواطنين تجاه الفوضى الحاصلة في تسعيرة الأدوية، وقد رفعوا أصواتهم إلى الدولة مطالبين بتوحيد الأسعار وفرض الرقابة على الصيدليات. الصيدليات والله الصيدليات يعني كلها غالية، يعني أبسط دواء يعني أنت تقوم لك ب 25,000 ب 30,000، يعني إذا إنسان فقير يروح بداهية. احنا نطالب الحكومة بتخفيض الأسعار، ومن الواحد من يدخل بالمستشفى قبل أيام قبل يعني 250 دينار، هسه يوم واحد 25,000 بالمستشفيات العامة. غلاء الدواء وانتشار الصيدليات الأهلية وتحولها إلى مصدر لاستنزاف دخل المواطن جعل ذوي الدخل المحدود يلجؤون إلى التداوي بالأعشاب الطبية التي تكون أرخص ثمنا، وهي إن لم تنفع فإنها لا تضر، لذا يلجأ الكثير من الناس إليها واعتمادها بديلا عن الأدوية التقليدية، فهي تلبي حاجة نفسية يحتاجها المريض في تجاربه الدوائية، وتمنحه بعض الطمأنينة بالشفاء، وتوفر عليه الكثير من المال. الأعشاب كلش زينة وجيدة جدا، وأحسن ما الصيدليات والهاي رخص وزينة. من مدينة السماوة، خليل البركات، قناة الفلوجة.